السلام عليكم. تكلمت بفضل الله سبحانه وتعالى في الدرس الثامن عن أدوات النكرة وأدوات المعرفة، فإذا عندنا أي كلمة أسبانية نقوم باختيار الأداة المناسبة لها. إذا كانت الكلمة مفرد مذكر، إذا سنختار أداة النكرة أو أداة المعرفة للمفرد المذكر وهكذا. لكن أنا كيف أعرف أن هذه الكلمة هي كلمة مذكرة أو كلمة مؤنثة؟ مثال سريع، كلمة سيارة باللغة العربية هي كلمة مفرد مؤنث، لكن سيارة باللغة الأسبانية يعني un coche. نلاحظ أن الأداة، أداة النكرة المستخدمة هي un، يعني أن هذه الكلمة مفرد مذكر في اللغة الأسبانية. إذن كيف نعرف أن كلمة معينة في اللغة الأسبانية هي مذكر أو مؤنث؟ أولاً، هذا يكون بفضل الله بحفظ حصيلة جيدة من الكلمات تساعدك بإذن الله في معرفة الكلمة مذكر أو مؤنث. ثانيا، إذا أنت لا تعرف الكلمة أو تعرفها ولكنها تعرف هل هي مذكر أو مؤنث، يوجد علامات من خلالها تستطيع أن تعرف أن هذه الكلمة مذكرة أو مؤنث. نبدأ بإذن الله مع علامات الكلمات المذكرة. الكلمات المذكرة هي 1، الكلمات التي تعبر عن المذكر. كلمة padre يعني والد، إذن التعامل مع هذه الكلمة يكون تعامل مع مفرد مذكر، لأن هذه الكلمة تعبر عن مذكر وهو الأب. كلمة صبي أو ولد هي chico، إذن يتم التعامل مع هذه الكلمة على أنها مفرد مذكر لأنها تعبر عن إنسان ذكر. هذا كلام منطقي. رقم 2، معظم الكلمات التي تنتهي بحرف الأو هي كلمات مذكرة. أو رقم 2 بطريقة أخرى، كل الكلمات التي تنتهي بحرف الأو هي كلمات مذكرة باستثناء عدد من الكلمات. أشهر هذه الاستثناءات أونا فوتو، أونا راديو، أونا موتو، أونا مانو. فلما مثلا تقابل هذه الكلمة ليبرو وتعني كتاب، هذه الكلمة تنتهي بحرف الأو وليست من الاستثناءات المذكورة، إذن هذه الكلمة مفرد مذكر، تأخذ أداة النكرة أون أو أداة المعرفة إيل لأنها مفرد مذكر. وأقترح أن الاستثناءات تحاول أن تحفظها بالأداة، يعني تكتب أو تحفظ أن كل الكلمات المنتهية بحرف أو هي مذكر باستثناء أونا فوتو، أونا راديو، أونا موتو، أونا مانو. أما رقم 3 في الأسماء المذكرة، كل الكلمات التي تنتهي بإيمي آ هي كلمات مذكرة، مثل هذه الكلمة سيستيما تنتهي بإيمي آ، إذن هي كلمة مفرد مذكر، وهذه الكلمة تعني نظام، نظام un sistema، النظام el sistema. إذن الكلمات التي تنتهي بأيمي آ هي كلمات مذكرة باستثناء عدد من الكلمات، من أشهرها una cama و una pluma. أما رقم 4 في الكلمات المذكرة، أن كل الكلمات التي تنتهي بحرف ساكن غير دي سيتا، وهذا المقطع كل الكلمات التي تنتهي بحرف ساكن غير هؤلاء الثلاثة بين القوسين تعتبر هذه الكلمات كلمات مذكرة باستثناء عدد من الكلمات، أشهرها 5، لا ميل العسل، لا سال الملح، لا لابور العمل، لا فلور الزهرة، لا بييل الجلد أو البشرة. هذه الكلمات تنتهي بحرف ساكن غير الثلاثة المذكورين بين قوسين، لكن هذه الكلمات الخمسة مؤنثة. آخر علامة من علامات الكلمات المذكرة هي الكلمات التي تنتهي بحرف من هذه الأحرف الخمسة، يعني حرف من الحروف المتحركة فوقه علامة الشدة أو الأكسنتو. فالكلمات التي تنتهي بحرف من هذه الحروف المتحركة المشددة
تكون هذه الكلمات مذكر. أما بالنسبة للكلمات المؤنثة تستطيع بفضل الله أن تعرفها بعكس بعض النقاط المذكورة عن المذكر. فالكلمات المؤنثة هي واحد الكلمات التي تعبر عن الأنثى، فتاة أو بنت بالأسبانية تشيكا، إذن الكلمة نفسها تعبر عن مؤنث، فتاة أونا تشيكا، أونا تشيكا، الفتاة لا تشيكا. اثنين الكلمات المستثناة في الكلام عن المذكر، هذه الكلمات هي كلمات مؤنثة. ثلاثة وهذا هو أهم عامل في تحديد أو معرفة المؤنث، وهو أن تنتهي الكلمة بحرف آ باستثناء الكلمات المنتهية بإيم آ، كما ذكرت سابقا بفضل الله قلت أن هذه الكلمات المنتهية بإيم آ هي كلمات مذكرة باستثناء أونا كاما وأونا بلوما. لكن بعيدا عن الكلمات المنتهية بإيم آ، كل الكلمات المنتهية بالحرف آ هي كلمات مؤنثة. أي كلمة تقابله أو تقابله منتهية بالحرف آ هي مؤنثة. لكن هذه القاعدة لها استثناءات، من أشهرهم سبع استثناءات: أون بروفيتا، أون جوارديا، أون مابا، أون ديا، أون جويا، أون بلانيتا، أون بويتا. يعني ممكن بشكل عام نقول أن الكلمات المؤنثة هي الكلمات المنتهية بحرف آ باستثناء الكلمات المنتهية بإيم آ وباستثناء هذه الكلمات السبعة الأخيرة. هذا كان الإطار العام لمعرفة الكلمة المذكر والكلمة المؤنث. سؤال سريع الآن: في الدرس السابع تكلمت بفضل الله عن أيام الأسبوع، والسؤال ما هي الأيام التي تعامل على أنها مفرد مذكر، وما هي الأيام التي تعامل على أنها مفرد مؤنث؟ أم أن كل أيام الأسبوع مذكر، أم أن كلها مؤنث، أم ماذا؟ هذا هو السؤال. وفي الدرس العاشر إن شاء الله ستجد الكلام عن العائلة وملحوظات مهمة على النطق. وإذا في أي سؤال أو استفسار من فضلك اكتبه في تعليق. والسلام عليكم.